تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام سابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلاما. السلام عليكم ورحمة الله، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا الفتور غانم يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى. فرحة العيد هو موضوع حلقتنا هذا المساء، وضيفنا هو الأستاذ ساسي موسى، أخصائي إرشاد النفسي وتعديل سلوك. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. نفسي والشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك، عاد علينا على الأمة الإسلامية باليوم والخير وبالسعادة إن شاء الله. أمين. أنا لم أستبق الأحداث وأعيد على المشاهدين، لكن لأن العيد بكرة إن شاء الله نعيد عليهم بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ ساسي موسى، من يفرح بالعيد، الكبار أم الصغار؟ أكيد طبعا العيد هي فرحة كل مسلم، فرحة كل كبير كل صغير. طبعا أكثر شيء فرحة تكون على الصغار أكثر من الكبار، يستنى في الفرحة هذه. تعرف العيل تكون فرحة بتاعي يستنى في كل سنة، سبحان الله، يعني بيلبس حوالي جدد وبيأخذ ألعاب، وعمه بيعطيه فلوس وخاله بيعطيه فلوس وأمه النحيلة هو جدة الحيلة. إيش تسموا فيها في جبل النحيلة؟ والله نسموا فيها بالأمازيغي موشة، يعني الموشة يعني شراي موشة، يعني يعني حاجة يعني حاجة نعطى عطية، يعني هدية، الهدية موشة. نعم. يعني سو مازيغ طبعا يفرح بها العيل او الطفل هذا. تعرف الاطفال طبعا تحهم طبعا مادي، يعني يحب الاشياء، يحب التهادي، يحب شيء جديد، بيلقى قرانه متاعه، بيلقى صار عمه صار خاله، بيمشي لحوش جده، بيمشي لحوش عمه، بينتقل المنطقه، بيمشي لمسقط راس اهله، بيزور احبابه، بيزور اقارب تاعه، اصبح في فرحه كبيره يعني سبحان الله. نعم. يعني اكثر تلاحظها الاطفال اكثر من حتى الناس اللي هي نسموها فيها الكبيره يعني اكثر شيء. طيب استاذ ساسي موسى، يعني لو تحدثنا بشكل خاص عنا نحن ليبيون، ما اهميه العيد بالنسبه لنا في هذه الظروف التي نعيشها؟ ما الذي تمثله هذه المناسبه لنا؟ طبعا الظروف للاسف الشديد اللي تعيشها البلاد الحبيبه ليبيا ظروف صح قاسيه الحمد لله، لكن الحمد لله الشعب الليبي نقدر يتاقلم مع كل الظروف وكل الازمات. يعني وانا مش ممكن نقول ليبيا ما ارتحتش، يعني من 150 سنه انظمه الحكم كلها اللي مرت عليها ما فيش نظام اعطي حقه لهالشعب الطيب الكريم، يعني نسال الله انه ياخذ بيد هالشعب اللي باله واسع يتحمل في كل المشاكل كل الضغوطات. يعني والله اثر العيد شو بنقول لك، اثر متاعها كذا حيكون ايجابي في نفس كل انسان، اعطيه حقه في طاعه الله سبحانه وتعالى، في مواصله الرحم، في تفقد الغير، تفقد الاقارب والجيران، كلها لها رونق كبير يعني جدا العيد هذه. اثر العيد طبعا اثر متاعها طبعا كذا في تواصل الناس ما بيناتهم، في الترحم ما بيناتهم، في تواصل سواء كان تواصل الاسر مع بعضها، سواء كان في الهواتف عن طريق النت. وحنا مشكلتنا حتى السنوات الاخيره الضغوطات والمشاكل اللي صايره على الناس بصفه عامه، اصبح التواصل شبه ضعيف ما بين الناس. نتمنى العيد يكون زي زمان لما كان العيد ليه مقدرات نتاعه، ليه التحضير نتاع العيد، هو الاسره. نعم. في البهجه، في الفرح، في اعداد حتى الحلويات، في تهيئه البيت، في المنزل، في تحديد الوقت، مثلا تلقى الاسره فرحانه، اول اليوم بنديروا كذا، ثاني يوم بنمشوا لكذا، ثالث يوم بنديروا كذا. نعم. كان ليه نور رو نعم. نسال الله انها ترجع الايام الحلوه. نعم. ان شاء الله يعني سنتحدث عن هذا، لان ينضم الينا الاستاذ طه الشكشوكي مدرب التنميه البشريه. حياك الله استاذ، اهلا وسهلا بك. حييك ونحيي بنتك الكريم ساسي وكل مشاهدي قناة التناصح، إن شاء الله يعود علينا العيد ورمضان إن شاء الله على بلادنا وناسنا وأهلنا. نسأل الله ذلك. أستاذ طه، ما سمي العيد عيدا إلا لعوذة السرور والبهجة والفرحة، كيف تستعد في هذه الليلة للعيد، وكيف تتابع استعداد الليبيين لعيد الفطر المبارك السعيد؟ أول حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومتبع بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل لنا أعيادا لنحتفل بها إن شاء الله، يعني مواعيد لم يحددها إنسان ولا مخلوق، بل حددها الخالق سبحانه وتعالى، وهو أعلم
الأعلم بنا منا. سبحانه وتعالى فحد عارفنا أن بعض الصيام وبعض المشقة يجب أن يكون عيد. سبحانه وتعالى وضع المشقة ووضع التعب ليحكم الصابرين منا فينا منا والمؤمنين برحمته وقدرته على تسيير كل الأمور. وأن لا يوجد أمر إلا أمره وهو الذي يعلم كان الشعب الليبي في بلاء أو في سخاء أو في رخاء أو في مشاكل أو في شيء. نعم. سبحانه وتعالى ما يقول لك رمضان دائما سبحانه وتعالى فيه بعض المشقة. ولهذا حدد الله عيد بعده حتى نجتمع برغبتنا أو بدون رغبتنا. نعم. الحمد لله. أنا نعم هناك هو خلل في الاتصال من المصدر أستاذ طه. طيب أنا أريد يعني أن أسألك في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد، هناك من ينفر من الاحتفال بالعيد ويبث المشاعر السلبية لدى الآخرين، ماذا تقول لهؤلاء؟ لا اله الا الله استغفر الله العظيم. كيف هذا عيد رباني، عيد من سبحانه وتعالى. بالنسبه للدول الصعبه انا اعتقد لو قارنا بالدول الثانيه الشعب الليبي مازال احسن هذا من الشعب السوري والفلسطيني والعراقي اللي تفجير ماتوا فيه 140 شهر. نعم. يعني واللي عايش بعيد واللي أبدا بإذن الله تعالى نحن نتأثر على الأحداث التي تجري في ليبيا، وندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام لأن يمن علينا بالنصر، ونتذكر شهدائنا وأبطالنا ونتذكر الأيتام والأرامل والسكانة في هذا الوقت. أما نقول إن لا نحتفل، هذا عيد إلهي تجينا الله في ناس ما تبيش تحتفل في 17 فبراير. والله هذا مشكلته، وفي ناس اللي تحتفل بعيد 20 اكتوبر او 23 اكتوبر. والله هذا رايه، لكن في الفطر هذا عيد لا اختلاف فيه. نعم. لا اختلاف فيه على الاطلاق. نعم. نحن نحب الوطن ونحب من يحب الله والوطن. نعم استاذ في لحظه واحده. نعم. العيد هو عيد عاده لما تشرح في وجوه الاطفال الأطفال الاشتياق لهذا العيد، هذه هي اللحظة السابقة. نعم. أستاذ طه، عيدنا أحلى مع من؟ نعم. عيدنا أحلى مع من؟ عيدنا أحلى مع الله. عيدنا أحلى مع الوطن. عيدنا أحلى بأننا قد إن شاء الله أتمنى الصيام كما يريده الله سبحانه وتعالى. العيد من أتى بقلب جديد. ليس العيد عيد بلبس جديد كما يقال. العيد من آمن بالله وخاف يوم الوعيد. نعم. العيد من جاء في رمضان بعد رمضان بقلب جديد مملوء بالتسامح مملوء بالمحبة. العيد ليس له علاقة بالدينار الليبي ولا بالدولار. ليس له علاقة بالدولار، ليس له علاقة بكل الأمور هذه. هذا عيد الإيمان داخل الصحة الداخلية، لأن عندنا ناس موجودين بلادنا مثلا من زر الأفارقة ما عندهاش من دين، ما عنده شيء، وما هذا يكتب في العيد. لا، لأن على مؤمن بالله أحسن من اللي يكتب في الشارع. نعم. مؤمن بالله كيف هو مصر ثم يتناه في هذه الدنيا إلا السورية اللي لبسها واحدة زي حاطها في تحت مخدر بتاعها. نعم. هذا الاحتفال. نعم شكرا. اما بالعيد وجلاب العبد بتواليكم عبد السيارات وبيخاف من الدولار وخاف من واحد حتى لو بدات قلبهم 3 دولار. شكرا. شكرا جزيلا الأستاذ طه شكشوكي، كل عام وأنت بخير. كنت معي عبر الهاتف، وأعتذر للإخوة المشاهدين على رداءة الصوت من المصدر بسبب انقطاع الكهرباء الذي ليس بخاف على أحد بحمد الله. أستاذ ساسي، كيف يمكن للعيد
لهذه الأيام الثلاثة، أيام العيد أو اليوم وثاني يوم وثالث يوم، أن تغير وتؤثر في نفسية الناس؟ أكيد طبعا، هو صح زي ما قال الأستاذ طه شكشوكي صراحة بارك الله فيه، هذا عيد حدد الله سبحانه وتعالى، ما حددش بشر أو حدد أنظمة، ولا بالعكس فرحة العيد فرحة الأرض والسماء وفرحة الإنسان مع الملائكة ومع الخالق سبحانه وتعالى، هذا شيء مفرح يعني مبهج للناس، ممكن يطفي يعني دموع عدة دموع من الناس، خاصة اللي عندهم مشاكل، اللي عندهم حد مريض، اللي عندهم حد مثلا متوفي لا سمح الله يعني، وهذا شيء كويس يعني الإنسان يعني العيد بهجة في الملبس في المنظر في الشكل في التصرف في توزيع حتى الحلويات في إقبال الناس لبعض من البعض، سواء كان في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، ممكن يعطي فرصة حتى للناس اللي ممكن أخطوا في حق بعضهم، سواء كانوا أخوت سواء كانوا أقارب سواء كانوا جيران سواء كانوا زملاء عمل، ممكن يعطي الإنسان حتى فرصة أنه هو يتواصل مع الطرف الآخر اللي عنده معه أي مشكلة. العيد مثلا ممكن عندك صديقة أو عندك حد قريب ما تواصلتش أنت وياه ليك فترة طويلة، ممكن تتواصل مع الشخص هذا في الفترة هذه، هي فرصة يعني، ممكن احنا نقول مثلا ضغوط رمضان أو احنا النهار طويل الناس صايمة ورجع درجة الحرارة والناس تربع وقتها تقضي فيه تزاحم في المصارف لا والله كذا وحجج كلها، بالعكس العيد زي الراحة سبحان الله لإعادة زي ما نقولوا فيها ترقيم لكل المشاكل نتاع البشر بصفة عامة، بحيث الإنسان يعطي فرصة أنه هو يتواصل مع الطرف الآخر باش يدخل البهجة وسرور في نفسه وفي نفس الناس اللي حايطين به بصفة عامة يعني. نعم، وكل الأشياء التي ذكرتها يعني هي تسهم أكيد وتؤثر في نفسية الإنسان خلال أكيد هذه الأيام. صحيح. أستاذ ساسي، يعني باعتبارك جبالي من جبل جبالي جبالي أمازيغي. طيب، لأن الجبل فيه الأمازيغ وفيه العرب، أنت أمازيغي. أمازيغي هذا هو الأصل، لكن مسلم الحمد لله. الحمد لله سيدنا محمد. الحمد لله. ما هي أكثر العادات والتقاليد التي تتميز بها مدينتك؟ بالنسبة إحنا كمدينة القلعة ومدينة تيفر بصفة عامة ومناطق الأمازيغ، أنتم القلعة كيف تنطقوا فيها؟ القلعة بالديوان اسمها آغرم باللغة الأمازيغية آغرم، احنا نقوله قلعة. قلعة هو اسم القلعة اسم مستحدث تم تسميتها في عهد الأتراك، لكن الاسم القديم اسمها آغرم اللي هي القرية معناها. أنت الآن بتحول حلقة لحلقة تاريخية. فيش مشكلة عاد نديروا حلقة ونشرح لكم بالتفصيل عاد. طيب، احنا نبغى نعرف الآن العادات والتقاليد. كويس. كيف عيدكم غادي؟ كويس، بالنسبة للعادات والتقاليد بالمنطقة القلعة الأمازيغية بحكم أنها طبعاً تأثر فيها الطابع زي ما نقول فيها احنا من ناحية المذهبية، من ناحية اللي هو نسمي فيها الأباضية يعني بصفة عامة. نعم، المذهب الإباضي. الإباضية طبعاً عندنا احنا في الليمات الفردية من شهر رمضان الكريم عندنا التهجد والصلاة لغاية الفجر والأدعية نديره في قصعة الرحمة في الليمات الفردية ليلة الخيرة من رمضان اللي هو احنا نقول له بزين بتمغطن بزين باللوسة ونديره في الفتات وبزين حريقة وبزين بالقديد وأشياء زي هذه. في يوم العيد طبعا عادات والله فاتنا نزوركم في رمضان. تفضل، ما في شيء مشكله. ما قلت من اول رمضان، رمضان القادم ان شاء الله. ان شاء الله. اي، والبزيسه والزميطه طبعا والسويق بصفه عامه احنا نقول في اطمين يعني بالسومازي غني والامازيغيه البزيسه نفسها تعبد. جميل والله، عادات حلوه. طبعا طيب، بالنسبه للعيد العيد طبعا ما في شكل اختلاف كبير ما بين المناطق العربيه، زينا زي بعضنا في الاخير يعني، في اختلاف بسيط جدا جدا. طبعا اكثر شيء احنا تجمعات خاصه في البيت الكبير نتاع العائله سواء كان بيت الجد او الجده اكثر تجمع علينا، ما ثاني شيء اول شيء تكون في صلاه العيد خطبه العيد، بعدين تكون في تعايد في المسجد بصفه عامه، يلتموا الناس طبعا، تكون الفتره طبعا خارج المنزل يغيب فيها الرجل من ساعتين ثلاثه ساعات بحكم انه بيعايد لاصحابه في المسجد واشياء زي هذه، بعدين ينتقل لبيت الاسره الكبير بيت الجد او الجده او بيت الام وبيت الاب بصفه عامه. أول يوم العيد طبعاً حين تندار عندنا أكلة مشهورة في منطقة القلعة، تندار عندنا الفتات أو البازين، لكن أكثر شيء الفتات. قبل الفتات إحنا الصبح يفطر على البسيسة أو الزميطة أو التمر، أكثر شيء إحنا عندنا منتشر اللي هو تازارت اللي هو الكرموس اليابس، نفطر عليه مع البسيسة والزميطة مع العسل والبن الصبح، هذا ضروري في كل بيت في مدينة القلعة عندنا الأشياء زي، خاصة كرموس اليابس أو ما يعرف بتازارت باللغة الأمازيغية. هذا فطوركم؟ أي، هذا الفطور بتاعنا. تفطروا قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ لا، بالنسبة قبل ما يمشي الرجل الصلاة ندير لي الخبز المرفوسة اللي هي خبز الفتات هذه، تكون رقيقة شوية كده إن شاء الله ما نصفحتكش فيها، تتقطع طرف طرف مع العسل مع الزبيب مع كرموس اليابس مع السكر وتنعطى الأشياء هذه مع طاسة البن، ولما يروح نفس القصة الأب المسجد. والغداء فتات؟ والغداء الفتات، فتات أو بازين. هذا كل الأسر هكذا، الأسر الأمازيغية خش الفاصوليا،
طبعا زي في طرابلس خشت حكايه الفاصوليا هي، لكن قاعد اللفتات هو اللي يصارع هو والبنزين يعني. نعم اكثر شيء اللفتات طبعا. طيب هل تعتقد بان هذه العادات والتقاليد في العيد كلها لا تزال موجوده، ام ان يعني تدخل الثقافات الغربيه اثرت على هذه العادات والتقاليد سواء عند اخواننا الامازيغ وعندنا نحن العرب؟ اكيد والله للاسف شديد يعني تاثير سواء كان من القنوات الفضائيه سواء كان من العادات الليبيه والثقافات الداخليه في البلاد اثر التاثير للاسف. هو شيء وحيد بس مفرح تو الليبيين السنوات الاخيره رجعوا اللباس الليبي التقليدي، هذا راه شيء مفرح ويثلج القلب صراحه. هو الجرد احنا كاد ان ينقرض منطقه الجبليه، لكن السنوات الاخيره رجع من جديد الجرد. احنا طبعا مشهور احنا عندنا صناعه الجرد في منطقه القلعه ومنطقه تيفرن، لكن السنوات الاخيره صح في رواج لي وصبح لي عوده يعني. الاكلات زي ما قلت لك بالنسبه للفتات البازين صارت فيه صح يعني، لكن المده الاخيره صار ليه رجوع. احنا انقطع عندنا للاسف الشديد الكعك نتاع الفرن اللي كان موجود احنا في منطقة القلعة منتشر في منطقة تيفرن، صار شبه انقراض للأسف الشديد يعني. في شهادة دخيلة خشت الأشياء الواتية زي البكالاوة. أنا نحس أنك تركز على الأكل أكثر. أكيد هو كذا التواصل في الأعياد سواء كان عيد كبير عيد صغير كله على الأكل، كل الحلويات وعلى الغداء وعلى العشاء كذا. ناحية الملبس بصفة عامة زي ما قلت لك السنوات الأخيرة الناس بترجع لباس تقليدي، ما عادش بده يلبس في لبس الفرنجي، بده يرجع لبس نتاعهم التقليدي. بس والله حتى اللبس التقليدي يعني الان حدث فيه تحوير، يعني الوان عجيبه اصبحنا نراها، الاصفر الاحمر الخارج تجد لونه مخالف للون القماش، هذه لم تكن قديمه. طبعا هذا بصرف النظر عن الاسعار العجيبه يعني. صح اكيد هذه مشكله، المفروض عاد لها نظره، المفروض يكون في تشجيع صناعه التقليديه. شو لو شفت تونس ومصر اللي حتى صناعه التقليديه، احنا الزبون الليبي معروف عليه زمان الخرج نتاعه شكله اسود يا رمادي، ما عندناش اللون اللي هو البطاطي واللون الليمي والعنابي، تلقى حالات نادره للاسف. ممكن لان مش التجار معظم الفرام اللي جوا فيه من تركيا جوا فيه من تونس ومن مصر، يعني حتى طريقه الخرج والخدمه نتاعها في الفرمله تخش على الطريقه الاسطنبوليه والطريقه الاسكندرانيه والطريقه الجربيه نتاع تونس. المفترض ترجع الطريقه الليبيه او الطابع الليبي في الشغل بخصوص الاشياء زادي، بحيث يحس الانسان بقيمته ويحس بالموروث نتاعه ويحس هذا كله اللي مردود على نفسيه الانسان بصفه عامه. حتى الفراشين انقرضت للاسف الشديد بدون سفاع زيزنا بتنقرض، ينظر لها انها والله حاجه قديمه ودقه قديمه وناس شطفتين، بالعكس وترجع. طبعا احنا عندنا غادي في الجبل ما زالت المراه تلبس في الجرد الامازيغي تلبس فيه ومعتزه به في الصيف شكلها ابيض في الشتاء شكلها قهوي مصنوع من الصوف، وتلقى فيه في نفسها يعني في المقام نتاعها. هي اكثر منطقه محافظين على الشيء زاد ان لوتو يعني كبار يعني انت منطقة. يعني تعتقد ان فعلا في مده معينه بدات هذه العادات والتقاليد يعني الرجوع يعني تمشي القهقره تتاخر والان الحمد لله نشهد عودة لهذه العادات والتقاليد سواء من على الألبسة أو على غيرها المأكولات. المأكولات أكيد، لكن المفروض في عادة المفروض لازم يرجعوها لمة العائلة، أصبحت في تناقص للأسف الشديد يعني. لمة العيلة بالكامل هذا شيء مهم، سواء كان في الحوش الكبير سواء في حوش العمة والعمة أو الجدة والحنة، هذا شيء راي مهم حتى تلم العائلة بالكامل. تعرف انا ظروف الناس وبعض الحساسيات اللي تصير ويقول لك لا والله يكثروا زحمه الصغار ما هنوش روحهم، لا بالعكس المفروض هذا عيد يعني شيء مهم ان الناس تتجمع زي قبل يعني الزيارات شيء مهم يعني. نعم الان ينضم الينا الاستاذ عبد السلام الامير وهو ناشط في مجال ذوي الاعاقه، حياك الله استاذ، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام، كل عام وانتم بخير. كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. أول بداية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، ونحب نعيد على الأمة الإسلامية والليبيين تحديدا، ونكون سنة طيبين نتقبل الله طاعاتهم إن شاء الله. آمين. ونسأل الله أن يرحم شهدائنا في سرد وجرحانا. آمين. نسأل الله التعزيز بالجرح بالشفاء يا رب العالمين. آمين. أستاذ عبد السلام، مما شرع الله له العيد هو يعني لينمي فينا روح التواصل والقدرة على الإحساس بالآخرين، كيف يمكن أن يكون عيد الفطر هذا فرصة للتواصل؟ هو فرصة أكيدة للتواصل وللتراحم على بصفة إنسانية يعني، بغض النظر إذا كان في إعاقة ولا فذلك، إذا كان في تواصل للناس اللي عندهم إعاقات أو التواصل الناس اللي عندها محرومة أنها تتحرك أو محرومة أنها تشوف أو إلى آخره من الإعاقات.
ولها تأثير أكيد تأثير كبير وإيجابي حتى يعني. وكما يعني نسعد إن إحنا كليبيين بغض النظر صار الإعاقة إن التواصل مع أستاذ الإعاقة مش من باب حتى الإحسان، بس حتى إنه إنسان ويجب التواصل معه، وهذا جيد جدا يعني، وهذا يضيف معنويات عالية لأستاذ الإعاقة أكيد. نعم. هل يكتمل العيد بدون لم الشمل والتغاضي عن سلبيات الآخرين؟ لا لا يكتمل حقيقة، دائما يبدا منقوص، ضروري الشمل، ضروري ما يتلم، ضروري أن نحس بالآخرين. احنا توا الأشخاص ذوي الإعاقة، ما تعطيك مثال ولازم احنا نحس ونركز شوية. في رمضان اللي فات كانت معاناة كبيرة للليبيين في موضوع السيولة والانتظار وإنه يوصل على الشباك، بغض النظر انه يحصل فلوس غير يوصل على الشباك. فأنت ناخذ نقلة نقطة هيك في الظروف العادية وفي أموال في البنوك، والشخص من ذوي الإعاقة يبدا واقف برا مش قادر يوصل للشباك ويكلم في الشرطي ويقول له فضلك الشيخ بالله اصرف لي. المشكله هذه دائما معاه، مش حاسين احنا كليبيين او كناس عامه لان مش عايشينها، وعايشينها فئه معينه. والحل دائما موجود وسهل، هو عمليه تبسيط المصارف، انه هو يدير مثل منحدر باش يتمكن انه هو يوصل للشباك. صحيح. فالقضيه هي المعاناه اللي عناها الليبيين توا كلهم في هالشارع داي يعني فيها ذوي الإعاقة بشكل يومي، إما يوصل للشباك يوصل بالشكل بتاعه. نعم استعان. فقايد أنت هذا جزء من المعاناة، إحنا لازم نحس بهذه المعاناة زي ما حسيناها تو كنا كليبيين في معاناة نقص السيولة بالدرجة الأولى، ومعاناة ثانية إنك توصل حتى للشباك وتحصل فلوس إذا كانت وفرت، مرات المتوفرة مش قادر يوصل. نعم. أستاذ عبد السلام عفوا، أريد أن أختم معك بهذا السؤال، عيدنا أحلى مع من؟ عيدنا أحلى طبعا مع العائلة، مع الأسرة، مع الأقربون في الوطن، مع أبناء الوطن، مع الأشقاء، مع أخوتنا المسلمين. كنا طبعا يكون أعلى، كل ما يكون أحلى، كل ما يكون في ظروف أفضل، لكن نسأل الله أن يهني بلادنا ويهنينا يا رب العالمين. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد السلام الأمير، وكل عام وأنت بخير، وتقبل الله منا ومنك. كنت معي عبر الهاتف، فأعود إليك أستاذ ساسي موسى. في سياق الحديث عن لم الشمل والجلوس مع الأسرة واللقاء مع الأحباب والأصحاب والأقارب، الآن هذه الحياة المادية الجافة التي نعيشها وضغوط الحياة التي تمارسها الحياة علينا جعلت علاقتنا ببعض هي علاقات مؤقتة، يعني ممكن نجتمع يوم العيد أو ثاني يوم العيد وبعدين ماش نتلاقوا للعيد الجاية كان في العمر بقية. صحيح. هو شو بنقول لك، هو العامل الرئيسي في يعني في المحرك يعني في البشرية نفسها، صار في تغيير مش على مستوى ليبيا بس، على مستوى كل الشعوب العالم بصفة عامة. زي ما قلت حضرتك يعني كل الناس تحجج لها بضغوطات الحياة وما فيش وقت وما عنديش وقت، والناس هي تجري ما تدري، وجرت المادة زي ما قلت حضرتك أصبح العامل المادي هو المحرك للبشرية بصفة يعني عامة. يعني أصبحت الآن علاقات. أصبحت حتى اللقاءات الآن، والله هذا مشاهد يعني، ليس البعض قد يقول يعني ممكن ننظر من زاوية داكنة وكذا، لا يعني الآن حتى اللقاءات التي تحدث والمعايدات التي تحدث، يعني أغلب لا بعض الابتسامات هي في الحقيقة ابتسامات صفراء فقط، مجاملة وخلاص، مجاملة فقط، يعني لا نستشعر تلك المعاني يعني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذا العيد. ما السبب يعني، كيف يمكن أن نتجاوز هذه الأشياء؟ أكيد أن الإنسان للأسف الشديد لما يتعرض هالمشاكل كلها والضغوطات وهو مش ما عارفش كيف يتأقلم في الدنيا هذه، وما عارفش كيف يتأقلم مع كل الظروف، تصبح عليه نوع من الضغوطات ونوع من التراكمات، تصبح شخصية جافة زي ما قلت لحضرتك، يعني ما فيهاش هذيك الحيوية باش أنت تتقابل أنت وياه في العيد وتتلذذ بحلاوة العيد. وأنت تلاحظ سواء كان حتى أسرتكم أنت وأسرتنا إحنا يعني وأسر كل اللي بينتا وحتى الناس اللي تشاهد فينا، ما عادش فيها كلمات الكبيره زي قبل، والتسامر والتدريز حتى يعيدوا نتاع بالكثير يوقف عليك 10 5 دقيقه، لا كلها تتحجج، لا والله بنوقف على هذا بنوقف على هذا بنوقف على هذا نتاع 10 دقائق هنا وربع ساعه هنا وربع ساعه هنا. لا بالعكس، انت ربي يعطيك العيد سبحان الله 3 ايام يا سيدي، حتى 4 5 ايام ديرها العيد،
بالعكس كنا كل اسره على الاقل حتى تقابل معها ساعه بالساعتين، يعني تعطيك على الاقل فرصه اكثر انك كذا تزيد تسامح معهم اكثر وتتواصل معهم اكثر. وزي ما قلت حضرتك يعني تو معظم الاسر ما تتلاقاش، وخاصه في الاسر اللي زي ما تقول فيها في تباعد بما بيناتهم، الا ما تلاقي معظم الا كان في عيد او في فرح او لا مؤاخذه في وفاء او في عزاء. وهذه كلها حتسبب فواصل، حتسبب مشاكل. النفس البشريه زي ما قلت لك ما هيش ثابته، كل يعني كل عصر يمر في الدنيا هذه وكل حقبه زمنيه وكل ضغوطات، حتى كل نوجه لها موقف في الموضوع هذا. انت وقت ما تمشي تعيط تلقى ناس واخذين النقال في يدهم يصفح لي في النت يوم العيد، ها هذاك النت والناس جايه تعيط. نعم خطرها على المعايدات بالنت والتواصل بالنت. نريد ان نتكلم عن هذا أكيد. لكن الان انا ملزم بان اخرج لفاصل، مصرين علي الاخوه في الكنترول، استعجلكم. فاصل قصير نواصل بعده باذن الله، حياكم الله. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد مدقت النبضات، فلا أنت خالنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الجهر والخلوات. حياتنا غير لما تم الخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن فرحة العيد، وضيفي هو الأستاذ ساسي موسى، أخصائي إرشاد النفسي وتعديل سلوك. وقد كان معنا عبر الهاتف قبل الفاصل كل من الأستاذ طه الشكشوكي وهو مدرب في التنمية البشرية، والأستاذ عبد السلام الأمير وهو ناشط في مجال الإعاقة. الآن معنا ضيفنا الدكتور عادل الحويرسي وهو استشاري في الطب النفسي. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا بك. حياك الله دكتوري وبياك، كل سنة وانت طيبين. كل عام وانت بخير. عيد سعيد على الجميع، لك هذه الفرصة، ونعيد على الأستاذ ساسي موسى ضيف حضرتك الكريم، وعلى كل فريق العمل في برنامج حياتنا أحلى وقناة طلبة. شكرا جزيلا لك أستاذ عادل. العيد فرصة للقيام بخطوات نحو التغيير، كيف يمكن استغلال هذه الفرصة لتقويم المنظومة الأخلاقية في المجتمع؟ نعم طبعا مما لا شك فيه ان بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وانت تعرف اخوي الدستوري والاخوه المشاهدين والمشاهدات، بان مثل ما يمرض الفرد اي فرد المجتمع، حتى المجتمع بصفه عامه ممكن يطلق عليه انه في حاله مرض او في حاله تدهور يعني. صحيح. من هذا المنطلق ومن منطلق أن عادة أفراد المجتمع وخاصة المؤمنين واللي قاموا بعبادة كبيرة تعتبر ركن من أركان الإسلام وهي عبادة الصيام وما يصاحبها من عبادات أخرى محببة مثل الصلاة وقيام الليل والصدقة والزكاة وكل أوجه البر، فيكونوا في أحسن حالة نفسية
في تنمية لذاتهم في أفضل ما يكون من الناحية النفسية والروحانية، بحيث أنهم مطالبين أو ممكن استغلال هذه الفرصة الذهبية في التوجه إليهم بأن يكونوا يعني مدعوين للتغيير أو الاستمرار في هذا التغيير الذي حدث في شهر رمضان. لأن زي ما أقول يعني مثل ما الفرد يمر بالمرض والانتكاسة والمطالب بالاستشفاء والمداواة، أيضا المجتمع يمكن استغلال كل فرصة ثمينة من حيث يعني العمل على طبابته، طبابة المجتمع ككل، والعودة به إلى المنظومة الأخلاقية، منظومة القيم، منظومتنا الجميلة اللي فيها كل خير وكل يعني سعادة. نعم دكتور عادل، عيدنا سيكون أحلى مع من؟ عيدنا سيكون أجمل وأحلى بتوسيع دائرة التواصل والتسامح والتصالح التي تبدأ من أقرب الناس إلينا داخل أسرنا وأصدقائنا وزملائنا وأحبابنا إلى الأسرة الكبيرة التي هي الوطن، التي هي ليبيا، والتي هي لبنة من لبنات أمتنا الإسلامية بصفة عامة. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا العيد الكريم يعني أن 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 يجملنا أو يجمل أنفسنا لكي تنبع محبة وتصيب بالخير. محتاجين نراجع أنفسنا ونجمع كلمتنا ونوحد صفوفنا على البر والتقوى. شكرا جزيلا لك دكتور عادل لحويرسي، وكل عام وأنت بخير، وتقبل الله منك، سررنا بهذه المداخلة. أستاذ ساسي، قبل الفاصل بدأت تتحدث عن تأثير التكنولوجيا والثورة في عالم الاتصالات على يعني علاقاتنا ببعض، كيف أصبحت الآن هل نقبل المعايدة عن طريق الفيس مثلا أو عن طريق الرسائل النصية، أم ونلتمس الأعذار للآخرين، أم لابد من هذا التواصل الجسدي، نلتقي ونتصافح ونتبادل التهاني؟ يا الله شو نقولك صبح بالليل، نقول فإحنا مولد زي الموضة، يعني نقولك على الأقل بنادم. شن هي اللي ولد زي الموضة؟ هذه حكاية من بعض عن الرسائل، سواء في التليفون العادي سواء كان في الإنترنت بصفة عامة، صبحت زي الموضة. وفي مثل يقولك والله لما تفكرني خير من ما تفكرنيش، يعني في ناس تقولك فاهم بارك الله فيها وبدأت مغرد تفكرني في رسالة ودار لي معايدة على الأقل. كل هالناس عارفة الظروف بصفة عامة، عارفة يقولك أنا والله ممكن مواصلات، ممكن بعض المسافات ممكن يعني، لكن الأرجح والأفضل أن الناس تتلاقى وجه لوجه أفضل، يعني على الأقل يصير تسامر، يصير تدريس، يصير البصارة، يصير زي ما نقول فاحنا تصير الاحاديث، يصير مثلا التواصل الفعلي ما بين الناس. هي بس احيانا نكون في منطقه واحده. الان شخص من منطقه والاخر من منطقه اخرى، ربما عن طريق الهاتف او عن طريق الفيس، لكن نحن يعني جيران، احيانا نكون اقارب من اسره واحده. ما هذيك هي المشكله، ما هذا هو احنا سلوك البشر بصفه عامه، كل بالتعديل سلوك البشر. ما احنا الناس كلها تبي الحاجات السهله المستسهله، ماذا بيها هو على الاقل هو شيء ينحي الملام، على الاقل عيد تعليق في التليفون، عيد تعليق في النقال، يخش لك باي حجه مش بعيد ومش فاضي والله اني الهيت مع ماليه، الهيت مع كذا غيره، باش يطفي يقولوا فيها تلهليب الملام الناس الثانيه. نعم. عليه يقولوا فيها الناس. طيب ما فائده التواصل المباشر؟ لي فائده كبيره، اكيد لي فائده كبيره. اول شيء ندوبوا الملام على الطرفين، ممكن كان مثلا في نقاط سوداء بين كذاك الشخص على الاقل، او حتى تنسحب الاشياء زي هذه، تفرح وتصر من الانسان لما تقابل انت وياه، حتى اجر سبحان الله. نعم. يصير من تصفح من الناس تحضن بعضها بعض، حتى يصير شويه تواصل على الاقل، تبقى في ود، في عطف، في تراحم نسبه حتى من بين الناس، مش نقطع الاشياء زي هذه. سبحان الله احنا المسلمين احنا عندنا عيدين، يعني عيد كبيره وعيد صغيره، فرض الانسان يقدر فيها فرص ويواصل الدنيا كلها ومدى بيه في ثلاث ايام، هم ما يتحججش يقول لك انا والله ما احنا مشكلتنا، يقول لك لا انا والله تعودت على السهر ورقدت بالعكس، ماهيش حجه. قال حاول انك انت تضبط النفس نتاعك وسلوك نتاعك بحيث ما تضيعش حتى الاجر، يعني حتى كيف تمشي. هو سبحان الله مجرد يعني التصافح فيه اجر، في اجر. انت زي ما قال الاستاذ امير بارك الله فيه، عبد السلام بارك الله فيه، في نقطه مهمه وناشد بها كل الناس اللي تسمع فيها تو، ما بين خاصة اليوم العيد العيد مشوا يزوروا الناس من الفئات الخاصة، سواء كان من المعاقين، فاقدين البصر، فاقدين الأطراف، حتى الناس اللي راكدة في المستشفيات، سواء كان من الجرحى، سواء من العمليات. أنا والله يحضرني مشيت للطب السنة اللي فاتت نفكر فيها،
يعني في كذا شخص يعني مسكين معي الشرطة الطبي ومالي بعاد يعني في جاي من سبها في من بنغازي في من زوارة في من الجبل وجاي غاديك على قرحة تمشي تاني مليح حتى تفقد يعني في أهل ما جوش وهو عيد وبعدها على قرحة حتى نفقد وحتى الناس الثانية يعني نمشوا لها ونعيدوا عليها ونمدوا لها العون ونصفحوها حتى بالحلويات لدرجة ما حتى شوية ألعاب لأقسام الأطفال في المستشفيات ندخل الفرحة والسرور ليهم أبائنا وأمهاتنا في دار العجزة حتى هم أولادنا في دور الرعاية حتى هم من أولاد من بنين هذا نعم. شيء رأي مهم جدا بالعكس العيد تعطي فرصة حتى الأجانب حتى الناس اللي جايين من برا هذا حتى هم نعم. مش أهل وحزازات أو قارب انك ممكن تمشي له تتفقد تطلع حتى صفحة حلويات تدرز عليك كيف حالك وعند بخير تحس انه هو من اهل البلد هذه كلها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى نعم لا شك في هذا الان تنضم الينا الاستاذه جميله المغربي وهي احدى الضحايا المحقونين بالايدز حياك الله اختي جميله اهلا وسهلا بك حياك الله اخوي الكريم بدايه كل عام وانتم بخير كل عام والشعب الليبي بالف خير ان شاء الله وكل عام وليبيا الحبيبه بالف خير كل عام والامه الاسلاميه جميعا بالف خير بدايه اسمح لي نحيي العاملين في قناه الصلاه فردا 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 بدون استثناء نحييهم على المجهودات اللي واقعه من خلال القناه اللي هي نعتبرها ذره الاعلام الليبي بارك الله فيكم شكرا ان شاء الله موفقين شكرا جزيلا لك استاذه جميلة لزاما علينا أن نفرح بالعيد وأن نستمع للتهاني والتبريكات لكن لا يكتمل العيد إلا في وجود كل من له حق علينا لمشاركتنا فرحة العيد ماذا تقولين في هذا؟ أنا يمكن حنحكي برنامجكم عجبتني الفكرة فبس في البداية نحيي الأستاذ الكريم الفاضل الأستاذ فاسي وأسأل الله العلي العظيم أن يزيه الجنة على مجهوداته اللي يقوم بها وربي يكثر من أمثاله ونحييك أنت أخي الكريم الله يحييك أنا حنحكي في نطاق بما أن عيد حنحكي في نطاق الظرف اللي أنا عايشته حنوجه بمثابة نداء يعني بما أنه هو عيد عيدنا حيكون احلى لما المتعايش مع فيروس الايدز يكسر حاجز الصمت ويطلع للمجتمع مهما كانت الطريقه اللي جاء بها المرض يطلع للمجتمع ويبين نفسه واني انا فرد من مجتمع لي حقوق وعلي حقوق ولي واجبات وعلي واجبات ما يخليش الوصم والنبذ والتمييز اللي تعرض له من بعض افراد المجتمع مش الكل يخليه يتقوقع على نفسه ويخليه يعني يكون عايش في سجن اول شيء المتعايش لازم يتصالح مع نفسه يجعل هالعيد هذا لانه هو عيد مبارك عيد الامه الاسلاميه صحيح. يفرح مع الناس ويبدا يحكي على قصته ويعرف الناس بمرضه ويكون هو جندي من جنود التوعيه من اجل ان تنهض هالبلاد ومن اجل ان الشعب كلها توصل التوعية ثاني شيء الشعب كذلك الناس اللي ما زالت تخاف من المتعايش مع الإيدز انت قبل لا تخاف ابحث اعرف شنو هو فيروس الإيدز هل هو ينتقل لك بالتنفس او في طرق معينة المريض هذا مش انسان بداية قبل اي دين المريض هذا بني ادم انسان نعم. يعني حاجة المريض هذا يكون مسلم يعني اخوك في الدين يعني لازم انت دينك يعني يوصيك انك انت تعطف عليه وانك تعامله معامله حسنه بغض النظر كيف جاء المرض مالكش علاقه انت مش حتحاسبه في رب حسابك صحيح صحيح انت تتعامل مع الانسان اللي قدامك فعيدنا حيكون احلى لما نتصالحه مع النفس بداية نعم. ثاني حاجه نتصالحه مع غيرنا من البشر نتقبلوا غيرنا حتى لو هم مش نفس توجهنا السياسي مش نفس الصحه اللي احنا عندنا مش نفس اخلاقنا مش نفس شيء تعايشه معه نعم طيب استاذه جميله عيدنا احلى بدون ماذا استاذه جميله المغربي ربما يكون الاتصال قد انقطع على أي حال شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير كنت معي عبر الهاتف أعود إليك أستاذ ساسي تجديد المعاني والقيم الإسلامية تتجلى واضحة في العيد ما أهمية غرس هذه القيم وهذه المعاني في نفوس أبنائنا وأطفالنا كويس طبعا زي ما تكلم بكري الأستاذ الدكتور عادل الحوارس أكد نقطة تأكيد ذات البشرية بصفة عامة لما تكون قربها من الله سبحانه وتعالى في أعطى حقها الله سبحانه وتعالى في العبادات لكن ما تنساش حقها حتى مع الناس في حالتين بها
الدين راهي معاملة، كيف تعامل الناس، كيف تواصل مع الناس، هذا شيء مهم. غرس المبادئ والقيم الإسلامية راهي شيء مهم جدا جدا، يعني احنا أكبر مدرسة اللي هي تعلم فينا في المبادئ الإسلامية والأشياء هذه اللي هي مدرسة سيرة النبي صلى الله عليه والسلام، المعاملات معاه مع الصحابة الأجلاء، مع أمهات المسلمين، مع الناس اللي كانوا معاصرين في ذلك العصر. شيء مهم جدا جدا نغرس الشيء هذا في أولادنا وفي بناتنا. القيم، قيم ما هيش بالمأكل أو بالملبس أو بالشكل الظاهر، لا بالعكس، تكون شيء نابع من نفس الإنسان بصفة عامة. السلوك اللي دور كبير جدا من ناحية سواء كان العلمية، ناحية الأدبية، ناحية التربوية، في إعداد النشأ بصفة عامة، أن يكون إنسان صالح مع نفسه أول شيء، بطل يكون حتى مع الغير بحيث ما يسيء، ما يكونش مسيء للغير. القيم من أشياء المهمة جدا نحن نزرعها في أنفسنا، نحن كان الناس الكبار، ونزرعها حتى في أولادنا في بناتنا، هم حيكونوا المستقبل في المجتمع، وهم بيزيدوا يكملوا هالعجلة اللي تمر واللي هي تدور كل يوم في هالدنيا هذه. فلهذه القيم الإسلامية راهي قيم ما هيش بسيطة، أو قيم متعددة نقاط معينة. القيم تبدأ بالأب حد ذاته، في الأم، في الأسرة، حتى في الشيخ في المسجد، في المجتمع الموجود في الشارع، من الأقارب، من الأصدقاء، هذه كلها أشياء راهي مهمة. نعم. الناس تعرفها، نفترض. نعم، هل يمكن وضع خطة لأيام العيد، يعني نبدأها بالصلة بالله عز وجل وصلاة العيد، وتنتهي بالزيارات وصلة الأرحام وصلة الأقارب والأحباب والأصحاب؟ أكيد الخطة راهي مهمة، أكيد احنا نقولها في كل قريب، في كل لقاء، حتى في كل محاضرات، أكيد، بحيث أن الأب والأم يجتمعوا مثلا نشم الدين مثلا بعد صلاة العيد، وهم بنمشوا أول حوش، مش هو أول حوش نبدأ به، أما حوش مش كذا، هل عندنا حد مريض، هل عندنا حد مثلا أول عيد وهو متوفي نكون بو أو عم أو خال، هذه أشياء مهمة أكيد، بحيث احنا ما نسيناش تقصير مثلا نسينا فلان أو نسينا علان أو شيء زي هذه. الخطة راهي مهمة كده، باش تعطيك على الأقل فرصة أو تعطيك ساعة من الوقت أنك أنت تقدر تتواصل مع كل الناس اللي تبي تتواصل أنت وياهم، أو تكون مقصر من لهم في المواصلات يعني. نعم، والأولوية لمن أيضا؟ يعني من خلال الخطة أقصد، يعني ننظر الأولويات، من هو الأحق من أن تكون له الأولوية في الزيارة؟ الأولوية لما تكون الإنسان المريض، أو حد دار عملية، أو مثلا حد أو حد عند حد متوفى مثلا، متوفى أو حد مفقود أو حد جريح أو حد قاعد بعيد أو مسافر، هذا شيء مهم، خاصة الأيتام بصفة عامة، كل حد بهم متوفي، من الأولوية نحن نمشي نشولهم. والأولوية دي ما حتى للجار، دي ما جار بدك تعيد عليه قبل حتى الأقارب، يعني بحكم تشوف جارك شو نصير له بالضبط، يعني الأولوية راح تشوفها يعني. أنا كل المتصلين سواء دكتور عادل أو الأستاذ طه أو الأستاذ عبد السلام، وفاتني أن أسأل الأستاذة جميلة لكنها أجابت هي في كلامها على هذا السؤال. عيدنا أحلى مع من؟ السؤال موجه لي طبعا لك أكيد. أنت والله أنا واحد من الناس، عيدي أحلى مع الأسرة، مع الأهل، مع الأقارب، مع الأصدقاء، مع الوجوه الطيب لحضرتك، مع الأساتذة اللي في القناة بارك الله فيهم، اللي هم صاهرين باش يوصلوا المعلومة للناس والأشياء السهلة للناس. عيدنا أحلى مع ليبيا، تكون خالية من المشاكل، من الحروب، من النزاعات، وتكون متهنية والناس كلها مرتاحة، وإن شاء الله يكون عيدنا مبارك إن شاء الله. يعني عيدنا أحلى بدون إيش؟ عيدنا أحلى بدون مشاكل، بدون نزاعات ما بيناتنا، بدون زحمة على المصارف وغرب الضي معاناة الناس بصفة عامة، بدون غلال الأسعار اللي معظم أسر الليبية للأسف شديد يعني مرت بظروف قاسية جدا جدا يعني، وبدون أي شخص يفتن أو يفكر أنه يدمر البلاد، وإن شاء الله ربك يكون ليش بالمرصاد يعني. واحد من الناس ندعي في كل صلاة أن ربك ينظر هالبلاد الطيبة الكريمة ليبيا، يعني للأسف يعني ليبيا يعني بلاد جريحة، يعني إن شاء الله ربي ينظرها بنظرة الرحمة بإذن الله يعني. لو أعطيناك بطاقة تهنئة وقلنا لك تهديها لشخص واحد فقط، لمن تهديها؟ أهديها لأمي فاطمة بالحاج، فاطمة محمد البحر، أسأل الله أن يحفظها ويمسها بالخير. كذا مرة تدير مداخلة، قديش مرة كتمنى الله يمسيها بالخير، وكل عام هي بخير إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير. يمة احنا نقولوا يمة في الحوش، يمة يمة الكل، يمة فاطمة. نعم، نسأل الله أن يحفظها إن شاء الله. إن شاء الله. كل عام وأنت بخير أستاذ ساسي. شكرا جزيلا لك، وتقبل الله منا ومنك الأستاذ ساسي موسى، أخصائي إرشاد النفسي وتعديل السلوك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله أن يعيد علينا العيد أياما وليالي متتابعة، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يصب عليها الخير صبا، وأن يعمرها بالخير واليمن والإيمان والأمن.
أراكم على خير إن شاء الله بعد العيد. تقبلوا تحياتي محبكم الفيتوري غانم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابق الطير ونجاري هو نطير، آمنا بتغيير شباب حق